أخطر مطلوب في القرن العشرين. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيعك كيد العبيد، فماذا يضيعك كيد العبيد. عندما اتفقت روسيا وأمريكا على عداوة رجل واحد، كان لا شك في خطورته على ملة الكفر كلها، إلى درجة اتفاق الأعداء عليه. ذلك الرجل لا يشبه أولئك المقاتلين الأشداء الذين يظهرون في الأفلام، ولا هو فارس أسطوري خارق القدرات. إنه رجل ضئيل الجسم مريض في الرئة، لكن خطورته كانت في كتيب صغير من بضع صفحات كشف فيه الخطة المخفية عن المسلمين، والتي جعلتهم يتبعون الإسلام الأمريكية وهم لا يشعرون، وتسببت في هزيمة الإسلام وغياب الشريعة عن الأرض. ذلك الرجل هو سيد قطب، مؤلف معالم في الطريق، الكتاب الذي اعتبروه أخطر عليهم من القنابل والصواريخ، والذي بين فيه حقيقة دين الله عز وجل ووجوب نصرته ومجاهدة كل من لا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أخي فاضي لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت هاهنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء. نعم، إنهم أعدمه وأمروا مشايخ الحكومات بتشويه سمعته الطيبة، لأنه قال للمسلمين: لقد خدعوكم، جعلوكم تظنون أن الإسلام مجرد صلاة وصيام مع التحاكم إلى قوانين وضعية مخالفة لشرع الله، وأن المصلحة هي في المحافظة على دنياكم حتى ولو ذهب دينكم. في الوصف أسفل هذا المقطع ستجدون نسخة نادرة من هذا الكتيب الصغير الممنوع من كافة الدول العربية. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع، وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن متنا القى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها وصرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي فاضي لا تلتفت، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.